اليوم كما قلت الجلسة الثالثة للتحقيق عند سيد قاضي التحقيق اللي برمجت من أجل الاستماع في إطار التحقيق التفصيلي المتهمين والضحيتين اللي مازال ما تمش الاستماع لهم. من بعدها يمكن تكون المواجهة حسب تقدير طبعا سيد قاضي التحقيق اللي يمكن تكون مواجهة بين المتهمين والضحايا. في نفس الإطار كذلك هذه هي الجلسة ديال اليوم اللي طبعا كيبقى القرار الأول والآخر للسيد قاضي التحقيق. كاين كذلك إجراءات اللي احنا كدفاع وبتشاور مع الضحايا سواء فيما يتعلق بالانتداب القضائي لضمان حقوق هاد الضحايا لأن مجموعة من المتهمين والمشتكى بهم موجودون خارج أرض الوطن. هناك كذلك المشتكى بهم اللي فروا من العدالة المغربية وغادي نسلكوا جميع الإجراءات في التراب الفرنسي على التراب الفرنسي اللي كيخولها لنا القانون في إطار اتفاقية المساعدة القضائية بين التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا. غادي نوضعوا شكايات، غادي نسلكوا الإجراءات كلها لإنصاف هاد الضحايا. طبعا هناك شكاية اليوم جديدة ديال مشتكية جديدة بمتهمين أو مشتكى بهم جدد اللي ما كاينينش في الشكايات السابقة واللي توضعت اليوم عند السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة. بالتالي هذا المسار ديال هذا الملفات اللي كنتمناو أنه من خلاله يوصل صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية لا منا كدفاع ولا كجمعية باش على الأقل نساهموا داخل المجتمع المغربي للحد من هاد الظاهرة مع الأسف اللي منتشرة سواء في الجامعة سواء في فضاءات العمل سواء حتى في البيوت اللي كتكون فيها اعتداءات جنسية من الأقارب. كنشكركم كذلك أنتم اللي كتوصلوا صوتنا كإعلام وكتساهموا في توعية المجتمع من أجل فضح الاعتداءات الجنسية والهدف هو الحد من الاعتداءات الجنسية. معتقلين كاينين 6 لحدود الساعة وكاين متهمين متابعين بحال التراح وكاين اليوم مشتكى بهم كما قلت جود اللي غادي تخاد في حقهم كذلك اللي غتنسلكوا راس الكنا المسطره ويتم الاستماع لهم وديك الساعه يبقى القرار الاول والاخر للسيد الوكيل العام ومن بعده قاضي التحقيق ومن بعده المحكمه. يعني احنا هذه كنعتبروها بدايه اللي كتاشر على انه فضاءات العمل خص يتم يعني حمايتها، خص يتم ضمان الحقوق والحريات خاصة للنساء لأن هذه الفئات الهشة كيتم استغلالها بشكل بشع من طرف المسؤولين في هذه الشركات. يعني العمل مقابل الجنس، الأجر الزهيد مقابل الجنس، وهذه مسائل اللي كنظن في بلادنا اللي المغرب خطى خطوات من اجل ضمان حقوق النساء وحمايه حقوق النساء والنهوض بحقوق النساء اننا نفكروا في هذا الجانب المسكوت عليه كذلك من خلال قوانيننا، من خلالنا كمجتمع مدني، من خلالكم كصحافه ومن خلال كل المتدخلين للحد من هذه الظواهر مع الاسف اللي ما كتشرفناش كمجتمع كبلاد كدوله اللي خطت خطوات مهمه في مسار حقوق الانسان. المتهم الرئيسي ما متابعش بحال الصراحه، المتهم الرئيسي جاك بوتي معتقل في فرنسا على خلفية شكايتين ويمكن من بعد توضعوا شكايات كذلك أخرى ولكن شكايات مهمة. جاك بوتي معتقل في باريس والملف معروض على قاضي التحقيق بباريس بنفس الإطار. حنا الشكايات اللي غنوضعوها عند السيد قاضي التحقيق اللي عنده الملف لأن هادو شركاء ديال جاك بوتي في المغرب في ارتكاب هذه الجرائم. دونك حنا هذا الآن بالنسبة للملف في فرنسا اللي فيه مشتكيات أو لا ضحايا من هنا كذلك وضعين شكايات في باريس من قبل. والمتهم الثاني اللي تمكن من الفرار اللي هو حسب ما وصلنا أنه مسؤول اليوم وكيعمل في الشركة في فرنسا غادي نسلكوا كامل الإجراءات اللي كيخولها لنا القانون سواء في إطار اتفاقية التعاون القضائي والإجراءات الانتداب القضائي مع المحكمة بطنجة من خلال علاقتها كذلك في إطار الاتفاقية بالخارج بفرنسا أو لا نوضع شكايات مباشرة عند السيد قاضي التحقيق بفرنسا. Okay.